تعالوا بينا نروح المدرجات ونسمع الأهات ونشوف أحلى الماتشات. لكن النهاردة مش أحلى الماتشات، أرض ملعب لا تصلح عليها لعب الكورة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهزيمة شبيبة القبائل المفاجأة بالنسبة لي من فيتا كلوب، مباراة من أول المباراة تحس إن المباراة رايحة للتعادل، وده سبب عدم تركيز لعيبة شبيبة القبائل. من أول المباراة كده شبيبة القبائل راحوا على مرمى فيتا كلوب وضيعوا، فقال لك بس ده ماتش يعني كبير وأول نطلع تعادل يعني. فالتركيز راح. بداية شوط تاني كانت فيتا كلوب بيستفيد بالكرة الثابتة، بترفع كذا كورة واحد لوحده كان هيجيب جون، عدت من قدام دماغ واحد يعني. كان في تهديد في بداية الشوط الثاني على مرمى الجزائر، وبعدها على طول تسجل الهدف الغريب، انك انت الراجل بيوقف الكورة في أرضية ملعب لا تصلح وبيعدي من اتنين ويصوب وتيجي جون. لا الموضوع صعب جدا. أرضية ملعب يعني سيئة جدا، وكمان مضرة جدا على اللعيبة. أولا مش هتشوف ماتش، مش هتشوف ماتش واضح. إن في نجيل صناعي، بس ده أسوأ النجيل الصناعي، سيء جدا يعني. وبعدين اللاعب لما يقع ممكن يتكسر، أرض الملعب صلبة قوي. فأنت يعني كاتحاد أفريقي أنت لا في كرة ممتعة على الملعب ده، وكمان مفيش أمان للاعب هيتعور. بترو اتلتيكو كسب على الملعب ده، بس الانديه الافارقه متعودين على الملاعب دي. الكور الثابته في الشوط الثاني كانت مشكله على لعيبه الجزائر. ما كانش موجود ضغط على لعيبه المدافعين، بيحضروا فيتا كلوب براحتهم، كان في ضغط من مهاجمين شبيبه القبائل، وده من الحراره يعني، درجه حراره وارض ملعب سيئه جدا ما تنفعش تلعب عليها كوره صلبه. لا بصراحة حاجة سيئة جدا. المباراة دي كانت عايزة ذكاء، عايزة ذكاء من لعيبة الجزائر شبيبة القبائل، إن لما يروحوا يسجلوا وفي نفس الوقت يلعبوا في نص ملعب، دي ملهاش دعوة بقى بالحرارة، ملهاش دعوة بأرضية ملعب. المباراة كانت بتتلعب في نص ملعب شبيبة القبائل. ليه أنا بخبرتي ملعبش في نص ملعب؟ وده شفناه بعد الهدف للأسف. بعد ما دخل في الجزاء الهدف لقينا اللعب عند المرمى وبقى في تسللات وقران وفاول. الله، طب فين الحاجات دي من الاول؟ ارضيه ملعب لا تصلح بصراحه، لا تصلح. بس الفريق الكبير بيقدر يطلع فايده كده من الاضرار دي ومن سوء ارضيه ملعب، يقدر يكسب يعني. اولا مفيش روح مكسب. احنا قلنا مفيش ذكاء وخبره ومفيش روح مكسب. الذكاء والخبره انك الارضيه الملعب السيئه دي العب في نص ملعب المنافس، ده الذكاء والخبره. وال عدم وجود التغيير من المدرب. انا راجل الحراره والرطوبه وفي قسوه على اللعيبه، انت ده مغير واحد في الدقيقه 90 نازل ثانيتين يعمل ايه؟ كنت تستفاد بنفسه ولياقته، نزله اديله تلت ساعة 20 دقيقة. لا بصراحة الهدف كمان كئيب قوي اللي جه، ان الحارس يطلعها رائع وبعد كده ترجع للراجل يعدلها ويروح ناحية المرمى والناس بتتفرج. ده بعد الهدف بقوا يكلموا بعض يقول له ايه، روح قدام روح قدام، والتاني يقول له العب لي يا عم، شغل هواء، شغل لعيبة هواء، لازم يبقى يعني في احترافيه. الانديه اللي بتلعب بطولات افريقيا ان هو بيبقى بطل بيبقى عايز يعني حاجه في روح مكسب. النهارده كان في ارضيه ملعب وحراره بس ما فيش روح المكسب يعني. تحس ان تتفرج على اخر 5 دقايق الشبيبه مغلوبه 1-0، تحس كانهم متعادلين يعني، الدنيا عاديه يعني. شكرا.